المعركة صار أسهل لكم. هالفيديو من هالفيديو كان بتكلم شوي زيادة. بأدخل الآن في كامبين كنت ألعبه قبل، كنت تشوفون يعني كبرى خريطة والمدن والتحكم. طبعا هذه الخسائر، انا خسرت 125 جندي وهم خسروا 474 جندي. الدبلوي كان 960 هم 620. هذه هنا الجنودي كم بقى منهم كم ماتوا. لو تشوفون هذا ما قتلتهم كلهم، في بعضهم هربوا، فالافضل اني الحق وراهم اقتلهم ونوكيها. مثلا هنا هم ما عندهم جيش كثير، فما بيضيع وقت اني احاربهم مرة ثانية واخذ وقت طويل، فيمديني احط اوتو واريح نفسي. بما ان يعني الفوز موثوق يعني مو بلازم اني احاربها بنفسي واخطط، فيحط اوتو واريح نفسي. فهاي مهمة خلصت، اعطوني 25% زيادة في الويلث او اللي هو الفلوس حقت الدولة. واتمنى انه صار اسهل لكم هنا او فهمتوا كيف طور الاونلاين او اقصد طور اللعب الفردي. هو هذا مو بدك صعوبة، لو شفت الصعب مو مشكلة، ترى كثير كثير من يعرفهم يلعبون شوغن 2 من شهور، يلعب شوغن 2 من شهور وما دخل اللعب الفردي أبد، يلعب اونلاين أو معارك فقط، ما يعرف أي شيء في اللعب الفردي. اللعب الفردي ممتع اللي يعرفه، سهل إنك تتعلم، ما أقول إنه صعب، لكن لا تحسب إنك راح تتعلم من أول نص ساعة. راح تفشل أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، لكن بعد مدة راح تعرف، لأنك لازم توازن بين جيشك وبين فلوسك، بين جيشك وبين رضا شعبك. لازم تراضي نفسك مع الدول اللي حوالينك، ما راح تقدر تكون في حرب مع كل الناس، راح ياكلونك. ما راح تقدر تخلي نفسك في زي ما تقول تحالف مع كل الناس، راح يكبرون وراح ولا كبرت دولتهم وانت لسه ضعيف راح يقلبون عليك. فهي كلها موازنة، هذا أصعب شيء في اللعبة إنها موازنة. ما حوريكم شيء، أنا كنت ألعبه قبل، فيمكن أعطيكم فكرة عن كبر الخريطة وإلى أي مدى ممكن إنك تطور مدنك أو تطور جيوشك أو تكبرها. أول شيء بوريكم في الخريطة، الأخضر هذا هي دولتي، هاي الدول الباقية تقريبا واحد ثلاثة أرباع اليابان، هذه كلها مدني. تبدأ من الجزيرة إلى البحر، هذا هنا السفن لي، هاي مدن. شوف كيف المدينة هذه كبيرة، هاي كانت أول مدينة لي. شوف يعني حجم المدن، أوريكم هذه مدينة صغيرة، شوف الحجم من شكلها. يعني هنا مبني أربع أشياء، هنا السورد حق السيوف، فأني هنا حق الرمح، هذا اللي هو الماركت، هنا الاسطبل حق الخيول، هذه مزارع متطورة كل شيء. تشوف الفلوس هنا عندي، بما اني يعني مسيطر على ثلاث ارباع اليابان، محتل كل الترادينج بيس او حق التجارة مع العالم الخارجي. هذه تقريبا هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، باقي واحدة ستة هنا لكن بعيدة ما عندي. فالانكم عندي بالدور الواحدة 17000، شفتوا الفرق عن اول كان 600 و700. طبعا اخذ مني وقت هذا عشان احتل كل هذه، اخذت تقريبا الى الشهر، وما كانت لعبتي الاولى، تقريبا لعبتي الثالثة والرابعة. هذه العاصمة،
هي أكبر مدينة موجودة. طبعا باحتلالها أنت تقريبا تكون مخلص اللعبة، والكل راح يقلب ضدك، يعني كل الباقيين هذول يقلبين ضدي، لكن ما عندي مشكلة، دولة الحالة أكبر من دولهم كلها. مثلا عندك هذه المدينة، عندي هذا الجيش كله فيها، راح يكون بالآلاف الجيش ده. خلني أشوف كم. هذه معارك متقدمة وبعد مدة راح تلعبها، تكون أنا 2200 هم 2400 و1950، يعني لو تزيدهم على بعض الاثنين دول راح يطلعوا لك 4400. تكون الأرقام هائلة بعدين، والمعارك تطول تطول من تلعب فيها، ما راح تكون زي المعركة الأول اللي لعبتها اللي كلها 3 وحدات و 4900. هذه 2200 ضد 4400 تقريبا. أتمنى أن أوضح لكم الشرح هذا، إني سهلت عليكم اللعبة وأغلب أسئلتكم جاوبت عليها. راح أنزل فيديو لاين، لكن راح يكون فيديو ثاني غير هذا. أتمنى أن أعجبكم الفيديو، شرحت لكم أشياء كثيرة، وأشوفكم في فيديو ثاني، والسلام عليكم.